الأستاذة الدكتورة نرمين محمود بدوي، استشاري طب وجراحة العيون، مدرس طب وجراحة العيون، دكتوراه طب وجراحة العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية غلاسغو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة عيون الأطفال والحول AAPOS، عضو الجمعية الأوروبية لطب الأطفال EPOS. اهلا بكم. النهارده لقاء مثير ومهم جدا، بس انا عايز انبه لكام حاجه خاصه بالاطفال مهمه قوي. اولا حكايه الاقلام بتاع الليزر، اعتقد انا لازم اسال ضيفتي العزيزه النهارده، الاقلام الليزر دي خطورتها ايه؟ يعني لانه كتير من الولاد بيجيبوا اقلام ليزر في الماتشات وفي البتاع ويقعدوا يلعبوا ويهزروا، وفي ناس بتجيبها تقعد تهزر، وبيبدا بالكبار، حتى الكبار يعني ساعات تلاقي راجل محترم كده او شاب محترم وجايب الألام الليزر دي وقاعد في الملعب عمال شغال على الجوان بتاعت الفرق المنافسة، وقاعد مع أصحابه يهزر معاهم في لو كانوا ساكنين قدام بعض. الأطفال برضو التصوير الفوتوغرافي يعني برضو عايز أعرف قيمته يعني، بس التصوير الفوتوغرافي على فكرة له ميزة أنه ممكن يقال برضو، هنشوف صحة الكلام ده، أنه بيعبر عن طبيعة العين. يعني لو بانت أن العين فيها بياض باين في حدق العين زي ما شايفين كده، ده بيقول لك يعني سجست انه ممكن يقول الحق اكشف، ده ممكن يكون فيه ميه بيض. الحمر في العين يعني الريد ريفلكس، ان العين تبان حمراء من جوه، ده دلاله على ان كل حاجه تمام، مفيش اي مشكله خالص. برضو الانعكاس من اللون الابيض ده مقلق، احنا قلنا مقلق. لو انعكاس لون اصفر ده يدل ممكن على مرض تاني اسمه كوتس ديزيز، ده مرض بيصيب الاوعيه الدمويه يؤدي الى تعرجها وزياده نسبه توحشها في الشبكين واتيفر، بس خلي بالنا من الليزر الله يخليكم. لكن عيون الاطفال لها تعامل خاص هنفهمه النهارده مع ضيفتي العزيزه، اسم متميز للغايه وحوار علمي رائع جدا هتسمعوه النهارده، وممتع ومنظم وفي جون زي ما بيقولوا، بس في عالم العيون. ضيفتي العزيزه الاستاذه الدكتوره نرمين البدوي، اهلا بيك يا دكتوره نرمين، منوره الناس الحلوه. ربنا يبارك. عايز اخد منك يعني صحيح الليزر ده خطر كده؟ اه طبعا، لانه حضرتك مش عارف اصلا ايه نوع الليزر المستخدم علشان خاطر نوجهه لعينين الناس يعني. فاكيد طبعا مش طبيعي ان انا اوجه على عينين الناس أجهز يعني شعاع ليزر وادخله وادخل بيه جوه، والناس بتنشن كمان على عينين بقى يعني كنوع من انواع وعينين اللعيبه كمان يعني. هو حارس المرمى ده عينه تبص تلاقي مدرج بحاله منشن على منشن عين. على عين هيطلع يعني ده مش ليزر واحد، ده مثلا 5000 ليزر، عامل له جلسه ليزر عاملين له جلسه تقشير. عين الطفل ايه الاختلاف بينها وبين عين الراجل؟ لا، هو احنا دايما حتى في المحاضرات لما نقول للطلبه ما نبصش لعين الطفل على انها عين راجل كبير صغيره، يعني ما نبصش ان هي عين عاديه صغيره، زي ما احنا ما ينفعش نبص للطفل على انه انسان كبير حجمه صغير، لان عين الطفل لسه في مرحله نمو، دي عين بتختلف اختلافات جوهريه عن العين الكبيره، عين لسه بتتكون، عين لسه في مرحله نمو، في مرحله تكوين علاقه ما بينها وما بين المخ، ما بينها وما بين العين الاخرى، ممكن في اي وقت العلاقه دي يحصل فيها نوع من انواع المشاكل. التعامل مع عين الطفل لازم بالتاكيد يختلف عن التعامل مع عين الشخص البالغ. ده برضه سؤالي جاي مهم قوي. ده معنى كده انه لازم فحص عين الطفل عند دكتور متخصص في عيون الاطفال؟ اكيد طبعا. بص حضرتك، هو التخصص عامه هو الاتجاه العالمي دلوقتي، يعني كل ما الانسان بيبقى متخصص في مجاله كل ما يبقى عنده القدره اكبر على الحكم على المجال ده والتشعب فيه ودراسته. هل انا ينفع ان انا مثلا اجيب طفل صغير اوديه عند دكتور بطنه او اوديه عند دكتور كلى، ولا دلوقتي بقى في امراض اطفال كلى وامراض اطفال، حتى مش بس امراض اطفال، بقى في امراض كلى وامراض كبد وامراض دم. ليه؟ لان عامه التعامل مع الطفل في مرحله النمو مش كل الاطباء بيبقوا مركزين في النقطه دي.
مش كل الأطباء بتبقى عندها القدرة أن هي تدرس الأمراض الوراثية والأمراض التطور في العين، ولا تقدر أن هي تفحص حتى الطفل بالطريقة اللي الصحيحة اللي المفروض أن يتفحص بيها طفل صغير، اللي أكيد بتختلف عن طريقة فحص الإنسان الكبير أو البالغ. كل التخصصات في دلوقتي جراحة أطفال، في جراحة عظام أطفال، وفي جراحة عظام كبار، في العيون الأطفال وفي العيون الكبار. السؤال المهم، يعني الطفل في الكشف بتاعه أكيد صعب، يعني في العيون بالذات حاجة مزعجة مخيفة جدا إذا كان الكبير بيتخض. هو عامة الأطفال ليهم طريقة مختلفة شوية عن الكشف في العيون حتى عن الكبار، وده بيبتدي حتى من أن أنا أخد التاريخ المرضي للطفل. بمعنى إيه؟ أنا لما باخد، هو التاريخ المرضي عامة مهم في التعامل مع أي مريض، لكن أنا لما باجي أخد التاريخ المرضي للطفل بركز على حاجات مش هركز فيها في الكبار. يعني أنا مش هاجي لواحد كبير أشوف هو اتولد طبيعي ولا اتولد قيصري، هو اتولد قبل ميعاده ولا اتولد بعد ميعاده. الأطفال من واحنا بناخد التاريخ المرضي بتاعهم في حاجات مهمة جدا بتؤشر لأمراض وراثية وعيوب خلقية ومشاكل إحنا ممكن تدلنا على طريقة الكشف والبحث مع الطفل ده. حتى وإحنا بنفحص الطفل، طرق فحص عين الطفل مش هتعتمد زي الكبار. يعني الكبير ده حد قاعد وفاهم، أنا بعتمد على تعاونه معايا، هو بصص على العلامات دي يمين دي شمال دي فوق دي تحت. الأطفال مش هينفع كده، بيبقى ليهم طرق أخرى بتختلف من الرضع حتى للطفل الأكبر اللي عنده سنتين ثلاثة للطفل الأكبر. يعني الطفل الرضيع أنا بس بهتم حتى هو متابع الضوء ولا لأ، يقدر يجمع لو بديله حصى صغير أو بلي يقدر لغاية حجم قد إيه يقدر يمد إيده وياخده. الطفل الأكبر شوية بنوريله مثلا خيوط أو خطوط، بنشوف قد إيه عرضها اللي يقدر يتابعها، ولما عرضها يرفع أو يقدر يشوفها ولا لأ. بعد شوية بنوريهم صور، إن أنت شايف الصورة دي ولا مش شايف الصورة دي، دي صورة طيارة دي صورة سم، فبيختلف عن البالغ اللي احنا بنعتمد على الشارت العادية الخريطة العادية أو العلامات العادية اللي احنا بنفحصه بيها. حتى طريقة فحص الطفل من وهو قعدته على حجر والدته أو الطريقة اللي ملفوف بيها الطفل الرضيع بتفرق معانا. طبيب عيون الأطفال مش مفروض ان هو يعتمد قوي على رد الطفل، يعني مش مفروض ان هو يعتمد على عقليته، هو المفروض يدور على الحاجة لوحده، مش مفروض يعتمد على انه هيشتكي لانه ممكن يبقى اصغر من ان هو يشتكي، مش المفروض يعتمد على تفاعله، بالعكس ده هو المفروض ان هو يطلب اقل تفاعل من الطفل ده عشان الكشف يمر بسلام، وهو يدور من غير ما يستفز الطفل اللي قدامه ومن غير ما يضايقه وبهدوء جدا. يعني انا مش هقدر اقول طفل مثلا لو بفحص حوال بص يمين بص شمال بص فوق بص تحت، بعد شويه هو نفسه هيتضايق. وطبعا بيبقى فيه الاهل والعيله وبيبقوا واقفين معاه، فهو بيبقى اصلا ديستراكتد، بيبقى مش مركز معانا. فطبعا الفحص في الاطفال بيختلف عن الفحص في الكبار بكتير، يعني اكيد الفحص في الكبار اريح بكتير. الاجهزه كمان مختلفه؟ طبعا. هو من العلوم اللي استفادت قوي من التطور التكنولوجي هو علم العيون. دلوقتي اكتر علم استفاد من التطور بكل يعني الاجهزه، اجهزتكم ما شاء الله غاليه كتيرة. جدا ما شاء الله للاسف دي مش حاجه حلوه. يعني تجهيز عياده عيون ده شيء مش مكلف، مكلف فوق ما انتم متخيلين. يعني يساوي تجهيز مثلا عدد كبير جدا من عيادات البطنة، عدد كبير من عيادات العظام الجلدية ممكن. وعيادة عيون الأطفال تختلف بقى، لأن حضرتك بتعمل عيادة عادية، لكن للأطفال بقى فيهم أكيديهم أجهزة مخصوصة. يعني مثلا جهاز فحص النظر أو جهاز الإنكسار البصري أو اللي احنا بنسميه الكمبيوتر، مفيش طفل هيقدر يقعد عليه، فدلوقتي بقى عملوا الكمبيوتر المحمول اللي أنا أمسكه في إيدي وأقدر أقيس بيه للطفل وهو قاعد. جهاز فحص العين أو اللي احنا بنسميه السليت لامب بقى فيه دلوقتي الهاند هيلد اللي احنا نقدر نمسكه ونروح بيه لغاية الطفل. حتى وصلت لغاية أجهزة فحص الشبكية وتصوير الشبكية، دلوقتي برضو بقت معمولة أجهزة هاند هيلد تتشال في الإيد ونروح بيها لغاية الطفل في مكانه من غير ما نضايقه علشان نقدر نشوف الحالة بتاعته.
هل لازم كل طفل يفحص تحت المخدر؟ هو للأسف ده تصور خاطئ عند معظم الأهالي وعند كمان، وده شيء يؤسف له، عند أطباء العيون، إن هم متخيلين إنهم هو لمجرد لأنه طفل ولأنه متوقع إن هو ما يتعاونش معنا وإنه مش هيسمع الكلام يبقى إحنا نخدره ونفحصه تحت المخدر، وده شيء للأسف بيفقدنا مميزات كبيرة جدا وإحنا بنفحص الطفل. يعني لو أنا هفحص طفل عنده حول، زاوية الحول مش هتبقى واضحة، مش هيبقى باصص اتجاه الرؤية بتاعه، في اتجاهات حتى في حركة الراس لو الطفل صاحي بتوريني نوع من أنواع الحول اللي أنا مش هكتشفها لو هو نايم. فبالأجهزة فعلا الحديثة اللي احنا اتكلمنا عنها وبشوية صبر وتعاون ما بين الطبيب وبين أهل الطفل، دلوقتي بقى 90% من حالات الأطفال ما تحتاجش إن هي تتفحص تحت مخدر. ده بيبقى في حالات قليلة جدا وبعد فشل القدرة على إن احنا نفحص الطفل وهو في وعيه. في الرجل الكبير قرار الجراحة بيكون أنا شايف مشكلة هعمل جراحة، الطفل دي قرارات يعني أعتقد إنه مش قرار سهل زي الكبير. هو المشكلة في قرار الجراحة في الطفل إنه للأسف أولاً التوقيت، مش كل طفل بيجي بالتوقيت المناسب لإنه يتعمل له جراحة. ليه؟ لأن الأهالي بتخاف. يعني دايماً لما يجي حد يقول لي أول سؤال لما نيجي نقول إن إحنا هنعمل جراحة في السن ده هينفع نعمل، هيستحمل، هيقدر؟ لكن قرار الجراحة في الأطفال غير الكبار. بمعنى إيه؟ إنه لو حد كبير أنا بعمل له الجراحة، جراحات العيون عامة اللي احنا بنسميها elective surgeries، يعني هي جراحات اختيارية، في بعض الأحيان بتبقى إجبارية في الحالات اللي هي فيها مشاكل، يعني المية الزرقاء أو أمراض الشبكية أو كده. لكن لو واحد كبير عنده مية بيضة، لو عملها دلوقتي أو عملها الشهر الجاي أو عملها كمان أسبوع، من حقه إن هو يختار. لو عنده حول وهو عاجبه شكله كده ومبسوط ومستريح، ممكن يقول أنا مش هعمل عملية الحول، ممكن أأجل لغاية لما الولاد يخلصوا امتحانات، لغاية لما أخلص الشغلانة اللي في إيدي، ده وارد بالظبط. لكن في الأطفال عمليات العيون الهدف الأساسي منها الحفاظ على تطور العين، الحفاظ على نمو العين ووظيفتها بطريقة سليمة علشان تقدر إن هي تخدم الطفل ده بقيت عمره. بمعنى ايه؟ ان لو عندي طفل عنده مية بيضة، مش مشكلتي زي الكبير ان هو مش شايف بالعين دي، قد ما مشكلتي ان المية البيضة دي هتؤدي لحدوث توقف في جريان المستثيرات العصبية اللي بتعمل حس المخ ان هو يشتغل، وبالتالي المخ بيفقد علاقته بالعين. مع الوقت مع في وجود المية بيضة دي هيحصل ما يسمى بكسل العين. فلو أنا سبت الطفل ده حتى لو شلت له المية البيضة دي في المستقبل في التوقيت الخاطئ، هتفضل العين دي في حالة كسل ومش هيقدر إن هو يستعيد الرؤية. نفس الحكاية في حالات الحول، لو طفل عنده حول وعنده عين بصة في اتجاه والعين التانية بصة في اتجاه تاني خالص، بيبتدي المخ يركز مع العين اللي جايبه له الصورة اللي هو عايزها. يعني أنا بصل حضرتك أنا عايزة أشوفك، المخ هيركز مع العين اللي جايبة حضرتك. لو العين التانية فيها انحراف أو فيها زاوية حول، المخ هيبتدي يفقد علاقته بيها، يحصل ما يسمى بكسل العين. لو أنا استنيت سنة اتنين تلاتة وجيت أعمل العملية دي، هيبقى لمجرد تحسين الشكل، لمجرد القضاء على شكل الحول. لكن إن أنا أستعيد وظيفة العين دي، أستعيد الرؤية في العين دي بعد ما حصل كسل في العين، ده بيبقى شيء صعب. وبالتالي في قرار الجراحة في الأطفال بالأساس بيبقى الإنقاذ وظيفة العين أكتر منه أي حاجة تانية. ده مأساة كبيرة دي. طبعا دي مأساة كبيرة. طب عايز أروح للطفل، خلاص إحنا قررنا يعني إن هو يتعمل له حاجة واكتشفناه وتمام التمام، في طفل تاني ما اكتشفناهوش ووصل لمشكلة، خلاص وصل لحالة فيها مشكلة، هل نندم؟ هل الاكتشاف المبكر كان ممكن يوقف المشكلة دي؟ أكيد طبعا. هو عامة زي أي مرض، الاكتشاف المبكر والوقاية من المرض أحسن بكتير من إن احنا نوصل للمرض أو إن احنا نوصل لمراحل متأخرة من المرض. وزي ما قلنا بالذات في الأطفال من أول يوم ولادة طبعا بيفرق جدا في إن احنا نحدد المرض ونحدد علاجه
قبل ما يأثر على وظيفة العين. دي أساليب الحديثة في علاج كسل العين، كنا قلناها الحلقة اللي فاتت. تمام يا فندم. يعني لازم الناس تراجعها برضه. نرجع للحلقة اللي فاتت. لا، مسألة مرتبطة ببعض، كسل العين جزء مهم في الحوار بتاعنا. أكيد طبعا. دايما كان عندي سؤال مهم. الأم عندها طفل لا يتحدث، لا يشتكي، لا يصرخ، لا يقول شيء، والعين ما عندوش ألم ولا عنده حاجة. تمام. إمتى تجيبهولك؟ تيجي لي كل قد ايه؟ يعني بتهيألي انه لازم في فكره وثقافه الكشف الروتيني. تمام. هو مبدئيا ان الطفل يفحص من اول يوم بعد الولاده، يتعمل له فحص القاع العين، ويتم فحص عينه كلها، لو كان في اي مشكله خلقيه او اي عيب خلقي او في اي مشكله وراثيه يتم تشخيصها فورا. بالذات ده بيبقى في أطفال معينين، يعني مثلا احنا بنسميهم الأطفال الخدج أو الأطفال البريماتيور أو اللي هم مولودين أقل من 32 أسبوع، أو الأطفال اللي هم مولودين أقل من كيلو ونص، أو الأطفال اللي دخلوا حضانات لفترة طويلة. الأطفال دي بالذات بتعاني من أمراض وتليفات في الشبكية، لو لم يتم إن اكتشافها مبكرا ممكن تؤدي لفقدان الرؤية في العين دي تماما. فبالذات الأطفال اللي في الحالة دي لازم يتم فحصهم عامة بعد الولادة. كل طفل في أول يوم أو في أول أسبوع بعد الولادة يستحسن إن هو يفحص. بعد كده إمتى بقى الأم تجيب ابنها؟ هو الطبيعي إن هي تفحصه دوريا، إن إحنا زي ما حضرتك قلت يبقى عندنا ثقافة فحص الطفل قبل ما يبقى فيه مشكلة. لكن حتى لو في مشكلة ما نتجاهلهاش، هي الفكرة إنه الطفل ده مش عشان هو كويس يبقى عينيه الاثنين سلام. هو عنده عين وعنده عين تانية شايلاها. يعني لو أنا عندي مشكلة في العين اليمين، الشمال شغالة وهو شايف بيها، والطفل مش هيقدر يحدد في سن صغير أن أنا عندي مشكلة في عين الشمال. هو ماشي وبيتفرج على التلفزيون، شايف الأكل بتاعه، شايف مامته، شايف بابا، فخلاص هو الدنيا بالنسبة له سليمة. انتي نورتيني وشرفتيني وأسعدتيني بهذا المعنى المهم جدا الثقافي، لمتى وكيف وأين نرعى عيون أطفالنا. ضيفتي العزيزة القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتورة نرمين البدوي كانت في الناس الحلوة في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق وأكثر أهمية واحتياجا في مجتمعنا العربي. نورتينا دكتورة. ربنا يبارك. خليكم دايما مع الناس الحلوة. يعني إيه واحد أزرق؟ يعني نسبة الأكسجين اللي في الدم قلت قوي، يعني الدم بقى محمل بثاني أكسيد الكربون أكثر ما هو محمل بالأكسجين. لما تقول لأهل المريض أنت في ثقب بين الأذينين، ده ممكن يجي لهم مشكلة جامدة جدا نفسية، صدمة. أذينين، المفروض الدم جاي في الأذين الأيمن، يجي البطين الأيمن يطلع الرئة. أنا ما عنديش رئة، ما عنديش رئه، مش شغاله وانا جوه بطن امي، فيبقى الدم جه في الاذين الايمن ونقل على الاذين الايسر مباشره. الفرق بين واحد ضيق صمام رئوي وبين فتحه بين اذينين الرئه. انا شفت يا دكتور بقى العمليه مش مهم ازاي، النهجان راح. هي ساعه لما النهجان يروح دي خطوه اخطر، ده هيزرق، ابتدى بقى يتلون ويزرق، يبقى في هذه الوقت العمليه ملهاش قيمه. يلا نحط كلمه لجميع العيوب الخلقيه. أسيمتوماتيك، صدفه، مفيش اعراض خالص. ربنا بيقول ايه؟ ثم خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. جراحات المستقيم أو أمراض المستقيم التي تستدعي إلى جراحة هي واحدة من كلاسيكيات الثقافة، مش في مصر ولا في المنطقة العربية، في العالم كله في التأخير. النسور الشرجي من الحاجات اللي أعراضها ما هياش فيها وجع قوي، ما فيش حاجة تخلي المريض يجري قوي، يعني مش متوجع قوي فيروح يجري على الدكتور. عايز مريض يبقى فاهم.